بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، وادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، واخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يا رب العالمين اسلك بنا مسالك أهل الجزم. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ الشيخ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن ما زلنا في المصطلحات التي ذكرها في الجزء الأول من رسالته، والتي يتداولها علماء هذه الطائفة من أهل التصوف في كتبهم وفي محاوراتهم ومنازلتهم. ومن ذلك الذوق والشرب، الذوق والشرب. وكتير تسمع مولانا فضيلة الدكتور علي جمعة يقول لك: ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. مش يقول لك كده؟ يعني ايه الذوق بقى؟ ثمرة العلم العمل، مش كده؟ لابد الاول تتعلم وبعدين تعمل بما علمت. فثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الحال. ربنا سبحانه وتعالى يغير حالك الى احسن حال. وثمرة الحال الذوق، تتذوق ما انت فيه من جمال الحال ومن جلال الحال ومن كمال الحال. فاذا دام الذوق فيسمى سكر، يسمى شرب او شرب الاول. فإذا شرب ودام الشرب يؤدي إلى السكر. السكر يعني الغياب عن كل شاغل سوى ما أنت فيه من حال، لأن السكر غياب عقلك. وكذلك أنت في السكر في الطريق لا غياب العقل، ولكن غياب شغلك عما خلقت لأجله. فأنت خلقت من أجل العبادة، فلا تنشغل إلا بالمعبود، حتى أنك تشغل عن نفسك بالمعبود، فيسموه سكر بمفهوم أهل الطريق. فإذا دام السكر اعتاده، فإذا اعتاد السكر يصحى. في أثناء الصحو يسموه الري، يعني يشرب فيرتوي فيصحو. فإذا صحي عاد إلى الخلق والحق، فقام بحق الخلق وحق الحق في آن واحد. وده حال الكمال كما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حال أهل التمكين وأهل الشهود. فالذوق والشرب دي مرحلة من مراحل الحال. سموها الشرب والشرب. ومن ذلك الذوق والشرب. ومن جملة ما يجري في كلامهم الذوق والشرب أو الشرب. كل له شرب معلوم، في القرآن بكسر الشين كده، شرب. ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي. يبقى ثمرات التجلي، والتجلي دي أحوال بتحدث لهم، يبقى هي ثمرة الحال. والحال ثمرة ناتجة عن العمل اللي فيه إخلاص ومراقبة لله عز وجل. والعمل لا يجوز إلا بناء على علم حتى يصير صحيحا، يعني مطابقا للشرع الشريف. فهي كلها ثمرات لثمرات أخرى تؤدي إلى بعضها البعض. ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات وبواده الواردات. بواده اللي هي بدهه الشيء، يعني بغته، شيء اللي يجي فجأة، بواده.
يعني جمع بدهة، بدهة اللي هي حتى يقول لك ده عرفها بداهة يعني بسرعة. فبواده الواردات يعني مفاجأة الواردات. وأول ذلك الذوق، الأول حاجة يذوقها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. يبقى النبي أشار إلى المعنى، الذوق أهو أشار إليه. لأحسن في عالم جهلة يقول لك بيجيبوا لنا ألفاظ ما لم يأتي في الشرع الشريف بها، وهم أبعد ما يكونون حتى عن الشرع الشريف حقيقة، ولم يأخذوا منه إلا الرسوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كل هذه الحقائق إشارات لطيفة لا يدركها إلا من عاشها، ولكن الذي لا يعيش مثل هذه المعاني لا يدركها، تمر عليه ولا يدركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. يبقى في إيمان عادي عام لكل الناس، وفي إيمان بحلاوة، والإيمان اللي بحلاوة دي معناه في ذوق. مش كل واحد مؤمن ذاق حلاوة الإيمان، على فكرة ليس كل مؤمن ذاق حلاوة الإيمان. يبقى في إيمان محتاج إيمان عادي عام يستوي فيه كل المؤمنين، ده العوام يدخلوا فيه. وبعدين في بقى العوام ناخد منهم شوية أهل خصوص اللي هم ذاقوا حلاوة هذا الإيمان، دول أهل خصوص. ثم بعد ذلك اللي شرب بقى هذا الذوق فعاش فيه فصار له سلوك وسجية، فيأتي بعد كده أهل خصوص الخصوص وهكذا، حتى يصل بعد ذلك إلى مقام الإحسان، وهو نفسه مقامين، مقام تجلي ومقام مراقبة، اللي هي تعبد الله كأنك تراه اللي هو الشهود، أو فإن لم تكن ترى فإنه يراك يعني مقام المراقبة. كل هذه الأشياء يعني وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بإشارات لطيفة. وأول ذلك الذوق، يبقى أول حاجة لما تصدق مع الله وتستشعر بحلاوة الإيمان تذوق حلاوة الإيمان. وذوق حلاوة الإيمان ناتج من ممارسة الإيمان بالعلم والعمل الذي يورث الحال. ثم الشرب، الأول يدوق يعجبه، مش أنت أول تدوق الحاجة كده وبعدين تنزلها، عجبتك تروح تفضل تقربع بقى تشرب بقى، لكن لو ما عجبتكش مش هتشرب تاني، ويمكن يتفه يعني يتفه يعني يرتد على عقبه. في ناس كده، في ناس ارتدت على عقبها بعدما آمنت وبعدما كادت أن تذوق، بل ذاقت ثم ارتدت، نسأل الله السلامة. وأول ذلك الذوق ثم الشرب، فإذا شرب يرتوي اللي هو الصحو بقى. يعني الري هنا بيعتبروه بمعنى الصحو أيضا، يعني ساعات يسميها الصحو وساعات يسميها الري، الاثنين معنى واحد، الاثنين بيتكلموا على حقيقة واحدة. لأن المعلوم أن الإنسان لما يعتدي الشراب تجده أنه هو يأخذ يعني نتائجه بهدوء بدون ما يستشعر إيه الـ يعني الحاجة اللي تشربها لأول مرة تشربها تقول الله وتلم عليك الدنيا عشان أول مرة، لكن ما تشربها كتير تشعر بحلاوتها وما تلمش عليك حد، تبقى قاعد كده في هدوء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب من كثرة الاعتياد. يعني يرتاح، يعني كأنه يرتقي إلى حال يعتاد الشرب فيصير صاحيا حال الشرب، واخد بالك، ولا يظهر عليه أثر التغير. لماذا؟ لأنه صار مستقرا في مقام لا يتغير. فدي برضو مقامات مختلفة. حتى أنت لما تتكلم بأمور الدنيا بقى، اللي اعتاد شرب الخمر ما يسكرش على طول، يشرب له ازازه ولا يسكرش ولا دماغه حتى تلف، مش كده برضو؟ اللي اعتاد شربها، انما اللي عمره ما شربها ياخد له شفطه واحده ينام له فيها يومين، مش ده اللي بيحصل؟ لانه مش متعود. انما ما يتعود الحاجه خلاص بقى يشرب وهو قاعد يتكلم عادي. انا كنت اعرف جراح كان استاذ في القصر العيني، كان سكري لكنه كان راجل شاطر، جراح شاطر كويس، عارف مهنته كويس، لكنه كان مبتلى بداء الخمرة دي. كان اما يعمل العملية يدخل الاول يشرب 3-4 كاسات ويخرج يبقى في منتهى اليقظة وهو شغال العملية.
من كثره الاعتيار، واحد بقى له 20 سنه بيعمل كده، واخد بالك؟ فهي دي مشكله. يعني كان ربنا خلق لك الامور الحسيه دي علشان تاخد منها لمحه للامور المعنويه فلا تستبعدها. يعني هو اصل يعني ليه انت بتشوف واحد بيشرب خمره يسكر والتاني يشرب ما يسكرش؟ يبقى مش علشان انت تمارس مثل هذا، لا، ده علشان انت تشوف هذه المعاني بعد كده تفهمها. لما تيجي تقرا بقى للعلماء دول تعرف ان الحاجات دي فعلا ليها واقع في الحس، لان ربنا خلقك في الحس، واحنا دلوقتي بنتكلم في امور معنويه، فازاي انت تنطلق من المعنى للحس؟ فكأن الله خلق عالم الامر وعالم الحس، وجعل عالم الحس يشبه عالم الامر لكن في المحسوس، ألا له الخلق والامر، مش كده برضو؟ ألا له الخلق والامر. الخلق مثلا هو القلب خلق، والامر الروح من عالم الامر، وبعدين دخل لك الخلق في الامر مع بعض فبقت النفس. فلما يجي يكلمك بامور تدركها الروح فتلاقيها في عالم الامر، لكن يدي لك مشابه ليها في عالم الحس، يدي لك مشابه ليها بس في عالم الحس. لما اجي اقول لك ان يتجلى الله في قلب العبد المؤمن، يعني ايه يتجلى؟ بدون حلول، لان يستحيل انك تظن ان الله يحل في شيء. طب يعني ايه بقى يتجلى؟ يقوم يخلق لك المرايه، انت في المرايه تلاقي صورتك فيها، لكن هل انت حليت في المرايه؟ يبقى هو بيخلق لك حاجه في عالم الحس عشان تفهم عالم المعنى، عشان تدرك بيها عالم المعنى. فالمراه اذا كانت ثقيله ومستويه تجد الصوره مطابقه لايه؟ لمن كان في مواجها له، دون ان يحل فيها ودون ان يتاثر بوجوده داخلها، فهو مستغن عنها، وفي نفس الوقت ما بداخلها يشبهه تماما دون ان يحل فيها بلا اتصال ولا انفصال. هل في اتصال ولا انفصال؟ لا في اتصال ولا انفصال، في حلول ما فيش حلول، لكن في تجلي في تجلي. فهو يريد ان يبين لك كيف ان يتجلى الله في قلب العبد المؤمن. وقلوب العباد المؤمنين تختلف باختلاف تجلياتها باختلاف درجات مرائيها، فيعمل لك المراية المقعرة والمراية المحدبة والمراية المثقلة والمراية المشوشة والمراية المتنظفة والمراية الملمعة والمراية الملحوسة، يعمل لك كله بقى. فتقوم تلاقي تجليات الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده تختلف باختلاف مرائيها، والله واحد لا يتغير، لكن تجلياته في المرائي تتغير دون أن يحل في المرايا أصلا. افهم. فربك سبحانه وتعالى يجعل في عالم الحس معان تراها لكي تدرك بها معاني الأمر اللي هو عالم الأمر الذي جاءت الروح منه، لأنك مكون من عالم الخلق والأمر في آن واحد أيها الإنسان العجيب، لأنك أنت إنسان عجيب، مخلوق عجيب لا يعلم حقيقته إلا الذي خلقه. خلقك في عالم خلق وامر في ان واحد، دخلكم في بعض كده ودوبكم بقيتوا حاجه واحده. فالحاجه الواحده دي علشان تدرك الاثنين لازم يبقى عندها مثيل ليها في الواقع لتدرك بها ما لا تدركه في الواقع والحس. فزي ما بقول لك، انت اللي بيشربوا الخمره في منهم ناس تشرب ما تسكرش، يشرب وكلما شرب ازداد صحوا وانتباها، في خمرجيه كده. وفي واحد تاني اول ما يشرب يسكر ويتطوح وينسى نفسه. يبقى دي كلها مراحل. كذلك انت عندما يتجلى لك تجليات المعاني من عالم الامر كثمرات لاحوالك الرضية مع الله سبحانه وتعالى، ان كانت لاول مرة بديهة فقد تجعلك تفقد عقلك ويحدث نوع من اللوثة، زي الواحد اللي بيشرب خمرة لاول مرة، تقوم تبص تلاقيه ينتفض، تبص تلاقيه يغمو عليه، تبص تلاقيه يطلع منه أصوات غريبة، يطلع منه حركات غريبة. لكن لما تتكرر عليه تبص تلاقيه بعد كده ما يحصلش منه حاجة. انظر إلى حال نبيك صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي، كيف ارتعد وقال زملوني دثروني أخاف على نفسي خشيت على نفسي.
ويرتعد فرائسه صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأن بدهاه الوحي. لما بدهاه الوحي لم يكن معتادا للقاء الملك، فلما اعتاد لقاء الملك كان يرى الملك وهو في وسط الناس ولا يشعرون به. هكذا حال، هكذا الإنسان في هذه السور. وعلشان كده لما يجي يقول لك، تيجي تقول له ايه ده الشيخ ده هيتوهنا ولا ايه، هو الاول داء وبعدين سكر وبعدين بعد كده يشرب اكتر ويقوم يصحى تاني، ايه يا عم التخريف ده، اقفل الكتاب يا عم وروح. في ناس بتعمل كده والله، دي حقيقة، لانه مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة، لا فاهم حس ولا فاهم معنى، لانه لو شاف الحس يجد في الحس كده، ولو شاف المعنى يجد ان المعنى كده واكتر، لان الحس ما هو الا صورة مبسطة للمعنى، والمعنى اقوى، المعنى اقوى كثيرا. واول ذلك الذوق، ثم الشرب، ثم الري او الري. فصفاء معاملاتهم يعني مع الحق سبحانه وتعالى يوجب لهم ذوق المعاني، ووفاء منازلاتهم يعني الارتقاء، ارتقائهم في الاحوال يوجب لهم الشرب، ودوام مواصلاتهم اللي هي مواصلاتهم بالشرب بقى يقتضي لهم الري. فصاحب الذوق متساكر، عارف يعني ايه متساكر؟ يعني لسه حاسس بنفسه بس ايه، دماغه دايره لكن لسه حاسس بنفسه، يسموه متساكر، لانه يدق مشبعش، ما شبعش لدرجه انه يغيب خالص، فحاسس بنفسه برضه. تيجي تقول له وهو متساكر اسمك ايه، يقول لك اسم. تيجي تقول له انت ساكن فين، يركب التاكسي يديله العنوان اللي هو ساكن فيه يوديه بيته، وينزل بيتطوح ويخبط دماغه يقول لك انا عارف بيته فين، لانه متساكر. كذلك صاحب الذوق في المعاني تلاقيه دريان بنفسه وقاعد مع الناس لكنه مدروخ من ايه، من حلاوه ما كشف له من معاني، ده صاحب الذوق. وصاحب الشرب سكران، غاب حتى عن محاوله، غاب حتى عن نفسه وعن محاوله، فصار يهزي حتى في وسط الناس فيسألوه مش عارف نفسه فين. وصاحب الري صاحي، اللي شرب كتير واعتاد ده بقى خلاص بقى، ما هو فاق بقى وبقى صاحي بقى، يبقى هو دريان بالمعنى ومدرك الحس في آن واحد، يبقى هو يتعامل مع المعنى والحس في آن واحد، اللي هو يسموه ايه، صاحب الري صاحي. يبقى الري هو الصحو، مش كده برضو؟ ومن قوي حبه تسرمد شربه، واللي قوي حبه مع الله تسرمد شربه يعني دام شربه، تسرمد يعني دام، يفضل مستمر بقى، يفضل مستمر الترقي في الاحوال، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ما يمنعش عنه مدده، مدده ايه، مدده من عالم المعنى كما لا يمنع عنه مدده من عالم الحس. فكما أنه يمدك في عالم الحس بالماء إذا عطشت فتشرب وبالطعام فتقوى، كذلك يمدك في عالم المعاني بهذه الأمور أيضا فتستمر معك. ومن قوي حبه تسرمد شربه يعني دام شربه، فإذا دامت به تلك الصفة اللي هي الشرب لم يورثه الشرب سكرا، لأنه خلاص اعتاد بقى، اعتاد بقى الحكايه، بقيت متعود خلاص، فكان صاحيا بالحق، يوم ربنا يرد لحاله. ليه؟ لان الحق اراد ان يكون هناك عبد ورب، فلما اراد ان يكون هناك عبد ورب رده لعبوديته ليقوم بحقوق العبوديه مع القيام باداء حقوق الربوبيه، فهمت؟ فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكرا، فكان صاحيا بالحق فانيا عن كل حظ، فبي يسمع بي يبصر، كنت له سمعا كنت له بصرا كنت له يدا. مش ربنا سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، قال ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل في الحديث القدسي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. يبقى صار بالحق، يبقى صار صاحيا بعدما كان مر بمرحلة السكر بسبب
انشغاله في طاعة مولاه، فلما سكر بانشغاله في طاعة مولاه عن حظوظ نفسه أعطاه الله حظوظ نفسه لا بنفسه بل به سبحانه وتعالى، حتى يكون هناك عبد ورب، فصار عبدا لله بعدما كان عبدا لنفسه، صار عبدا بالله ولله وفي الله، وهي درجات أيضا، العبودية بالله وفي الله ولله دي درجات عبودية تختلف، بخلاف العبد لشهوته، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وهكذا. ففي عبوديات كثيرة. فكان صاحيا بالحق، فانيا عن كل حظ، لم يتأثر بما يرد عليه، يعني ما يرد عليه لا يمنعه من القيام بحقوق الربوبية والعبودية، يعني ما يرد عليه لا يمنعه من القيام بالصلاة في أوقاتها، بالقيام بالجهاد في أوقاته، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالقيام بالواجبات التي أوجبها الله عليه، ولا بالنوافل التي استحبها الله منه، فيبقى تلاقيه قائم. شوف حال نبيك ازاي، كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقوم بجميع الحقوق في آن واحد، فلا يطغى حق على حق، حتى أنه كان وهو يصلي يكشف له حال أهل الجنة وأهل النار وهو في صلاة، فلا ينصرف حتى عن قراءته ولا يتلجلج حتى في قراءته. انظر كمال حاله صلى الله عليه وسلم. وأنت لو كشف لك بصيص من أنوار التي كشفت للنبي لطار عقلك ولبك، ولكن انظر كيف ثبته الله سبحانه وتعالى، حتى أنه كان يرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتنعمون فيها يتعذبون فيها، وهو يراها في جدار قبلته وهو يصلي قارئا للقرآن تاليا لآيات الذكر دون أن ينشغل عن شيء بشيء. ولذا لم يتأثر بما يرد عليه، لا يتأثر بقى إيه بما يرد عليه، تجد المعاني تأتيه بحارا وهو لا يغرق فيها، بل قد لا يبتل بها من شدة ثباته، لأن الذي ثبته هو الله لا بنفسه، لأن الله أراد أن يكون عبد بحق، ولا يتغير عما هو به من عبودية. وعلى شكل قال سبحان الذي أسرى إيه بعبده، لأن مع كمال التجليات في الإسراء والمعراج لم يشغله التجليات عن كونه عبد، هذا لكمال حاله مع رب، فكمل حاله حتى أنه لم ينصرف لحظة عن عبوديته مهما انكشف له من تجليات، وهذا من تثبيت الله له. ولولا أن ثبتناك، فالتثبيت من الله. ومن صفى سره لم يتكدر عليه الشرب، واللي سره يصفو من كدرات المعاصي والشهوات وحظوظ النفس يصفو تماما، لا يتكدر عليه الشرب، يجيله الشرب راقي رائق، لأن كأن الشرب الذي يأتيك من عالم الأمر يدخل في مصفات نفسك، فكلما كانت هذه المصفاة رائقة كلما جاءك الشرب رائق، وكلما كانت متكدرة اختلط برطوبات النفس وشهواتها وحظوظها فيأتيك متكدرا. فكل يشرب على حسب حال نفسه، فإن كانت نفسك صافية يأتيك الشرب لا يتغير، التاني يجي لك مطين بطين، بطين ايه؟ بطين الحظوظ، لان انت اصلا لسه سرك عليه طبقات طين وتراب وعفن وقرف وزبالة كتير، فيجي لك الشرب رايق من عالم الامر، يختلف في دول فين على ما يوصل تدوقه تلاقيه متكدر. فهمت بقى المسألة؟ كلما رق هذه الحجب كلما جاءك صافيا رائقا، فتذوق على مراد الله لا بما اختلط من عيوب نفسك. فالعيب فيك وليس العيب في المدد، المدد لكل واحد، ولكن تختلف تذوقات باختلاف حظوظ النفس ورقتها، هي دي المسألة. أيوة. جسدا وروحا طبعا، ده بالإجماع، ده طبعا، دي طبعا، ما دي أمور بديهية، احنا بنلتفت ليها إلى معنى آخر، واخد بالك؟ ليه ربنا قال عليه عبده؟
علشان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما تجلى الله عليه لم ينسى أنه عبد لله أبدا، ولم يؤثر ذلك في عبوديته لحظة. لولا ذلك، لأن لو تجلى الله سبحانه وتعالى على عبد ولم يثبته لانمحق العبد، ما يبقاش في عبد أصلا. فهمت إزاي؟ ما يبقاش إلا في رب، كان الله ولم يكن شيئا معه. فهمت؟ لكن الله سبحانه وتعالى أراد له البقاء، ولكن البقاء بالله لا بنفسي، هي دي المسألة. لأن الله سبحانه وتعالى شوف لما تجلى على للجبل عمل إيه؟ خر موسى، جعله دكة وخر موسى صاعقا. ده لما تجلي من وراء وراء، فما بالك تجليات النبي صلى الله عليه وسلم، تجليات الله لنبيه كانت أكثر من تجليات الله للجبل، وبالرغم من ذلك لم يتدكدك صلى الله عليه وسلم ولم ينمحق، فصار أعطى كل ذي حق حقه، فصار الخليفة بحق. وعلى شكل الخلافة الحقيقية هي الخلافة النبوية المحمدية، هي دي الخلافة الحقيقية. فهمت ازاي؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخلافة الحقيقية بالوراثة النبوية المحمدية. ومن صفى سره لم يتكدر عليه الشرب، ومن صار الشرب له غذاء. واللي اعتاد بقى الشرب غذاء روحه بقى، زي ما انت غذاء بدنك، انت تقدر تستغنى عن المية والاكل والهواء؟ ما تقدرش تستغنى عنه، لانه هو ده غذاء البدن. فلما تتعود الروح على الشرب اللي هو المدد اللي جاي لها من عالم الامر اللي هي جاية منه، غذاء للروح، لا تصبر على تركه. فهمت بقى المسألة؟ لان زي ما البدن لا يصبر على ترك غذائه، الروح لا تصبر على ترك غذائها. والبدن من عالم الحس فغذائه من عالم الحس، والروح من عالم الامر فغذائها من عالم الامر، فكل يأخذ غذائه من العالم الذي جاء منه. ومن صفى سره لم يتكدر عليه الشرب، ومن صار الشراب له غذاء لم يصبر عنه ولم يبق بدونه. وأنشدوا: وإنما الكأس رضاع بيننا، فإذا لم نذقها لم نعش. كأس الوصال، كأس التجليات، وصال بيننا أي بين العبد وربه، فإذا لم نذقها لم نعش. ما يعيش العبد خلاص، لأنه ما فيش فيه أسباب الحياة، خلاص انقطعت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طب ما هو الكافر، ما هو حي بمفهوم علماء البيولوجي، ما هو الكافر حي، مش بيتحرك وبياكل ويشرب وينمو ويتكاثر، يعني في كل صفات الحياة، صح ولا لا؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى ما اعتبروش حي، ده اعتبره ليه؟ لانه حي في عالم الحس بس، لكن ميت في عالم المعنى. لكن الحي حقيقي هو الحي بعالم المعنى كما كان حيا في عالم الحس، ادي المعنى. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وانشدوا: عجبت لمن يقول ذكرت ربي فهل انسى فاذكر ما نسيته. عجبت لمن يقول ذكرت ربي، بيستعجب لواحد بيقول انا ذكرت ربنا، بيقول له فهل انسى فاذكر ما نسيته. هو انا معقول انساه فاذكر اصلا؟ ده انا ذاكر على طول. فهمت ازاي؟ فهو مش عارف يعبر عن حاله مع ربه، هل يسمي نفسه ذاكر ربه لان يقابل هذا انه قد يكون يغفل فيذكر، ولا لا؟ ده هو مستمر، حتى انه لو اراد ان يغفل لا يجد نفسه الا ذاكر. فهمت؟ ادي المعنى، بفكر فيك وانا ناسي، بفكر فيك. ام كلثوم كانت بتقول نقلا عن احمد رامي، كان اللي مؤلفها احمد رامي: حتى الناس في عالم الحس، في عالم حب النساء العادي اللي هو يسموه العشق والكلام ده، حسوا بمثل هذه المعاني، ان الانسان لما يعشق معشوقه مجنون ليلى، واخد بالك؟ كان قال كلام هذا المعنى. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لك الامثال في هذا كله ليه؟ علشان تعرف ان زي ما في ناس في عالم الحس كده ذابت في الحس، في ناس ذابت في المعنى وانقضت امورها. فافهم، هو ما خلق لكش مجنون ليلى كده عشان تضحك عليه، ده خلق لك مجنون ليلى كده لهدف، علشان يعرفك. زي ما داب ده في عالم الحس، دوب انت بقى في عالم المعنى، بدل ما تبقى مجنون زيه والناس تضحك عليك وتبقى بريال. فهمت؟ وممكن تاخد كلامه اللي قاله هو في عالم الحس
تنقله انت الى عالم المعنى، فيستدل باشعار مجنون ليلى في العشق الالهي، يستدل بيها بس في العشق الالهي. يبقى مجنون ليلى كان بيقولها الليلى، والتاني بيقول كل له ليلى. عجبت لمن يقول ذكرت ربي، فهل انسى فاذكر ما نسيت؟ شربت الحب كأسا بعد كأسي، فما نفد الشراب ولا رويت. يا سلام، انت شربت مية كم مرة من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي؟ خلصت المية وارتويت؟ لا خلصت المية ولا ارتويت، صح؟ كل ما بتشرب بعد شوية تعطش تاني تشرب تاني، لا المية بتخلص ولا انت بترتوي. طب ما انت يا اخي مصدقها في المية، مش مصدقها ليه بقى في معاني في المعنى؟ يبقى هما بيقولوا حاجات محسوسة، حاجات محسوسة، ده انت عايشها للنهار او انطجي، وجاي بعد كده تعيب على الاولية لان انت ما وصلتش الى ضفر من ضفرهم، قصاصة ضفرهم اللي بيرموها ما وصلت لهاش لسه، فجاي تعيب عليهم. فشوف بقى بيقول لك ايه، شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفد الشراب ولا رويته. اه فعلا، هذا يدرك فعلا، يدرك في الحس، وكما أدرك في الحس يكون في المعنى أشد، كل ما أدرك في الحس يكون في المعنى أشد، فهمت؟ فما نفد الشراب لأن مدد الله لا ينتهي، ولا رويت لأن افتقار العبد لا ينتهي، فافتقار العبد لا ينتهي ومدد الله لا ينتهي، فلا ينفد الشراب ولا يرتوي العبد أبدا، لأن العبد ما زال عطشانا لربه، محتاجا له في كل لحظة وفي كل نفس. يبقى كلام صحيح اهو، تيجي تقراه كده يفتكر ان الراجل ده بيقرا شعر بتاع ناس قاعدين في ايه، في خماره. لا مش في خماره، دول ناس قاعدين بيعبدوا ربهم، بس انت مش فاهم. ويقال كتب يحيى ابن معاذ الى ابي يزيد البسطامي، هل هنا من شرب من كأس المحبه؟ ها هنا، بيقول ها هنا من شرب، ده بيحكي حال نفسه لأبو يزيد البسطامي، عايز يشوف أبو يزيد البسطامي في حال إيه، زيه ولا في حاجة تاني. يعني ما هو كانوا بيجروا بعض في الكلام علشان يعرفوا أحوال بعضهم. فسيدنا يحيى بن معاذ بيقول على نفسه وكاتب جواب كده تلغراف كده لسيدنا أبو يزيد البسطامي، بيقول له ها هنا من شرب من كأس المحبة لم يظمأ بعده. يعني أنا شربت من كأس المحبة خلاص، ما عطشتش بقى، اكتفيت. فكتب إلي أبو يزيد عجبت من ضعفك، من ضعف حالك، ده أنت في حال بسيطة غلبان خالص، عجبت من ضعف حالك، ها هنا من يحتسي بحار الكون وهو فاغر فاه يستزيد. ما بيشبعش. يبقى ده مقام تاني، يبقى في مقام الإنسان يفتكر أنه وصل وهو لسه في بعد الوصول وصول، وفي بعد كده، ودي بتحصل لكل واحد حتى في الحس. انا هكلمك بمفهوم الجراحين لان انا قضيت عمري في الجراحة. عندنا في نظام الجراحة عشان البني ادم الدكتور ده يبقى جراح لازم يمر الاول بثلاث سنين نيابة، نائب ثلاث سنين. نائب ثلاث سنين ده يعني ايه؟ يعني خيال الجراح، يقعد بوراه في كل حتة يتعلم منه، يبقى الواد بلية ورا اللوستة بتاعه عشان يتعلم، واخد بالك؟ ثلاث سنين على الاقل، في الثلاث سنين دي بيعمل ماجستير، يعمل بقى دبلوم، يعمل اي حاجه، المهم يقعد ثلاث سنين لازق في المستشفى مقيم، يسموه طبيب مقيم، يعني ما يخرجش، لازم يدفن نفسه في ارض الخمول قبل ما يثمر، لانه كل ايه، كل من ظهر على الارض لا يكمل نتاجه، فلازم يدفن نفسه في المستشفى تحت سرير المرضى علشان بعد ثلاث سنين ينبت جراح، والا مش هينفع يبقى جراح، يقعد على القهوه طول النهار والنوادي هيبقى جراح؟ ما ينفعش، لازم يعيش بقى طول النهار، فيسموه طبيب مقيم. في اخر النيابه الواحد بيمر بمرحله سيدنا يحيى بن معاذ اللي هو مر بيها اللي بيحكي عليها دي، يفتكر نفسه انه خلاص بقى جراح وشبع وكده عرف كل حاجه، وده بيبقى وهم كبير، وهم كبير انه هو عرف حاجه، ده اتضح له بعد ما يبتدي يمارس المهنه بقى وينطلق ويشتغل، يلاقي نفسه كل حاجه يلاقيها فيها ظواهر، ينادي الجراح الاكبر منه، عملت امبارح عمليه اسعدت البيه والعيان في كذا، اعمل فيه ايه؟ طب ما انت يا وانتاجي كنت فاكر انك انت فطمت نفسك، يا وانتاجي كنت فاكر نفسك انك انت بقيت قسطه كبير، انت
طب ليه فطمت نفسك بقى؟ كل شوية قالوا تعالى والحقني وتعالى والحقني وتعالى والحقني. فيتضح له في الآخر أنه كان شبعه ده كان شبع كاذب، وإن الوصول لسه بدري عليه، لحد ما يقدم ويبقى جراح بقاله 20 سنة يوم يقول اللهم إنك تعلم أني جاهل في علمي فكيف لا أكون جاهلا في جهلي. يفوق لنفسه فيعرف في الآخر أنه ما زال يريد أن يستزيد من العلم، وأنه مهما علم ففوق كل ذي علم عليم. بس إمتى بقى؟ بعد ما يرتقي ويصل لدرجة النضج، يبقى ناضج بقى. سيدنا أبو يزيد البسطامي وصل لدرجة النضج، ولكن سيدنا يحيى بن معاذ كان واصل لدرجة إيه؟ إن الإنسان شعر إن هو نضج قبل أن ينضج، مجرد شعور كاذب بيجي بمرحلة كده. زي برضو طالب كلية الشريعة ولا بتاع، خرج وخد الليسانس، يا سلام، لبس العمة والكاكولة في البلد، وكل الناس بتقول له سعادة العالم جاي من الأزهر بقى. فهو يفتكر في نفسه ألم، حافظ القرآن كله، ما فيش ولا واحد في البلد حافظ القرآن، وقاري المذاهب الفلانية، وهو ما فيش ولا واحد في البلد، يفتكر نفسه أنه هو عالم وهو أجهل من دب. فهمت ازاي؟ شعور كاذب. يبتدي بعد كده يزاول العلم بقى، ويقعد في مسجد القرية، تجيله المسائل ورا المسائل والمسائل ورا المسائل، نفسه دي مش عارف يجاوب فيها، ودي متدهول فيها، ودي مش عارف لها إجابة. ايه ده بقى؟ ده اتضح ان انا ولا عالم ولا حاجة، ده كان شعور كاذب بس. يوم يرجع تاني يستزيد، يرجع تاني وكلما استزاد كلما شعر بجهله، وهكذا. ده في عالم الحس اهو، كذلك في عالم المعنى. عشان كده سيدنا يحيى ابن معاذ كان في مرحلة نهاية النيابة، خلص يا دوب نيابته واخد الماجستير، افتكر نفسه عارف كل حاجة، معرفة كاذبة. فقال ده انا شبعت بقى، كفاية كده يعني، وانا هاخد اكتر من اللي خدته، هو انا هاخد اكتر من اللي خدته؟ فبيقول له ايه؟ ها هنا من شرب من كأس المحبة لم يظمأ بعده. سيدنا ابو يزيد بقى استشاري كبير، راجل استشاري كبير بقاله سنين في المسائل، فاهم الدنيا فيها ايه، عنده نضج في الطاعة مع الله، في المقامات، في الوصول. زي ما في درجات كده في الوظائف الدنيوية، في درجات برضو في ايه، في الامور مع الله، في الولاية، الولاية برضو درجات كبيرة، نفس القصة فيها واكتر. فسيدنا ابو يزيد بيقول له ايه بقى؟ عجبت من ضعف حالك، ها هنا من يحتسي بحار الكون وهو فاغر فاه يستزيد، وقل ربي زدني علما. شفت بقى لما ربك قال لنبيه وقل ربي زدني علما؟ هو النبي بعد علمه في علم، وفوق كل ذي علم عليم، وقل ربي زدني علما. فهمت ازاي؟ فانت مهما بلغت هتوصل لفين؟ اذا كان ربنا قال لنبيه وقل ربي زدني علما، هتروح انت فين بقى؟ هتروح انت فين يا مسكين؟ فالتجليات لا تنتهي، والواردات الرحمانية لا تنتهي، والترقيات لا تنتهي، وفوق كل ذي علم عليم. وعشان كده قال اللهم انك تعلم اني جاهل في علمي فكيف لا اكون جاهلا في جهلي، جاهل في علمي فكيف لا اكون جاهلا في جهلي. واعلم ان كاسات القرب تبدو من الغيب، يعني كاسات القرب دي بتيجي من عالم الامر في الغيب مش في الحس، لان كل الكلام كلام في الايه، في عالم الامر مش في الحس. واعلم ان كاسات القرب تبدو من الغيب ولا تدار الا على اسرار معتقة، معتقة يعني معتوقة، معتوقة من رق شهواتها. لازم السر يعتق من رق شهواته عشان يعرف يشرب. هو انت لو انت مكبلين فمك وقافلينه كده زي ما يعملوا الأسرى كده ويجيبوهم رابطين بقهم، هتعرف تاكل وتشرب؟ مش لازم الاول يعتقوك لوجه الله عشان تعرف تمضغ وتبلع وتشرب؟ او انت كذلك سرك بالشهوات مقفول، مش عارف ايه يبتلع كاسات القرب والوصول. فاول ما يتعتق يبتدي بقى يشرب، هو صالح للشرب بس هو متكتف مكبل بشهواته. وارواح عن رق الاشياء محررة، وارواح عن رق الحس اللي هي التعلق بالقواطع والعادات والامور المختلفة والحرص على الدنيا والحاجات دي كلها، دي عاملاها مستعبداها مستعبداها. شوف الرسول يقول لك ايه، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميص،
ده في الحديث وفي القرآن. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ومن ذلك يعني من مصطلحات القوم أيضا المحو والإثبات. المحو دي كلها مشاعر هم شعروا بيها، مقامات هم حسوا بيها في أثناء ترقيهم في الوصول إلى الله عز وجل. فكل هذه الأشياء ابتدوا يوصفوها وأطلقوا عليها ألفاظ، أطلقوا عليها ألفاظ عشان نعرف نتفاهم، لأن احنا مش هنعرف نتفاهم مع بعض إلا بالألفاظ. فأطلقوا عليها الألفاظ دي، المحو والإثبات. فالمحو رفع أوصاف العادة، إن الإنسان يمحي أوصاف العادة. وعادة الإنسان إنه إيه؟ إنه منهمك في حسه، منهمك في تحصيل ملاذه. فإذا كان منهمك في حسه، منهمك في تحصيل ملاذه، إذا رفع هذا وصار منهمك في تحصيل رضا ربه، فصار مكلفا، وصار بعد ذلك مزكي لنفسه بمخالفتها. يبقى إيه؟ محى أوصاف الإيه؟ العادات اللي كل الناس فيها. هو لا، حاول أن يمحوها حتى يثبت القيام بحقوق العبودية. فهمت ازاي؟ لله عز وجل. فيبقى كل ما يمحي حاجة بيثبت حاجة مقابلها. فإذا محى أوصاف العادة أثبت أوصاف إيه؟ العبودية لله عز وجل. فالمحو والإثبات تلاقيهم شغالين في وقت واحد. لا إله محو، إلا الله إثبات، مش كده برضو؟ فأنت بتبتدي الأول تتخلى ثم تتحلى. فالتخلي محو والتحلي إثبات، فيأتي بعد ذلك التجلي اللي هو إيه؟ اللي هو الأحوال، ثمرة التخلية والتحلية، فيأتي التجلي. والإثبات إقامة أحكام العبادة. فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة وأتى بدلها بالأفعال والأحوال الحميدة فهو صاحب محو إثبات. خلص نفسه من الضجر وحط مكان الضجر، محى الضجر وحط مكانه رضا، محى الطمع وحط مكانه القناعة، محى الحسد وحط مكانه الشفقة. فهمت؟ محى الكراهية وحط مكانها المحبة، محى الحرص وحط مكانها التوكل. فهمت ازاي؟ يبقى كل ما قاعد بيمحي في حاجة زبالة ويحط مكانها حاجة جواهر. فهمت ازاي؟ كل شوية يمحو حاجة يحط جوهرة، لحد ما بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن محل ايه؟ صالح للأنوار، بقى صالح لتجليات الأنوار. كأن بالضبط مرآة قلبي كان عليها ران كثير، فالتجلي موجود، المتجلي موجود، لكن التجلي أثر غير واضح لوجود الران على المرآة. فإذا أزال هذا الران، كلما أزاله وكلما رق، كلما ابتدت تظهر بعض أنوار التجليات حتى ينتهي كله، فيظهر التجلي على أوضح ما يكون. كل دي أمور حسية باينة واضحة، كذلك في المعنى أقوى. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: قال بعض المشايخ لواحد إيش تمحو وإيش نثبت، يعني بيكلمه بالعامية بتاعته. إيش يعني؟ أي شيء. أي شيء دي باللغة العامية كده يقولك إيش، هي أي شيء باللغة بتاعت الفصحى يعني. إيش تمحو وإيش تثبت؟ فسكت الرجل، فقال: أما علمت أن الوقت محو إثبات؟ لابد أن الإنسان يبقى مشغول بمحو شيء وإثبات شيء على طول، مع الله كده على طول، بمحو معصية وإثبات طاعة، بمحو خلق ذميم وإثبات خلق حميد، بمحو غفلة وإثبات حضور، بمحو بعد وإثبات قرب، وهكذا. لازم الإنسان يبقى في كل حال. فهو بيسأل السالك اللي قدامه، الفقير اللي قدامه، بيقول له: ايه انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بتمحو ايه وتثبت ايه دلوقتي؟ ايش تمحو وايش تثبت الان؟ هو عايز يعرف حاله دلوقتي. فقال، فسكت الرجل، اتضح ان الرجل قاعد غافل، لا بيمحو حاجة ولا بيثبت حاجة، ايد بطالة. والايد البطالة الناس العوام يقول لك نكسة،
يعني ايده بطال، قاعد بطال، راجل بطال عطلان مسكين، لا بيمحو حاجه ولا بيثبت حاجه. لما سكت ما مش عارف يقول حاجه. فقال: اما علمت ان الوقت محو اثبات؟ اذ من لا محو له لا اثبات، اذ من لا محو له ولا اثبات فهو معطل مهمل. يبقى عطلان بطلان، معطل نفسه. انت دلوقتي وانت قاعد تقرا في الكتاب بتمحو جهلك وتثبت العلم، وبعدين بعد ما علمت بتبتدي تمحو البطاله باثبات العمل، ثم بعد ذلك لما تبدا في العمل بتمحو بعد ذلك انشغالك بالعمل عن رب العمل، ثم بعد ذلك تمحو انشغالك حتى عن رب العمل بحلاوة العمل الذي ينتج للإنسان من فعل الطاعة. فباستمرار الإنسان يمحو شيء ويثبت شيء، باستمرار كده. كل طول ما أنت قاعد بتمحو حاجة بتفرغ حاجة وتحط حاجة مكانها. وينقسم إلى محو. هو المحو حقه ينقسم من جهة العبد، في محو من جهة العبد ومن جهة الرب. وينقسم إلى محو الذل عن الظواهر. الذلة اللي هي ايه؟ اللي هي الزلل يعني، اللي هو المعاصي يعني. وينقسم الى محو الذلة عن الظواهر، يعني انك انت تقلع عن المعصية، يبقى محيت المعصية بالاقلاع، اثبتت ايه؟ التوبة، مش كده برضو؟ بمحو الذلة عن الظواهر تقوم تثبت المعاملة الحسنة مع الله، يبقى محيت الذلة فأثبتت المعاملة الحسنة مع الله. فهمت ازاي؟ تثبتها ازاي؟ برعاية المتابعة، انك تواظب بقى على متابعة الله عز وجل، مش كده برضو؟ يعني انا دلوقتي عشان ازرع في الارض اعمل ايه؟ اشيل الاول الزبالة واحرث الارض وانضفها، كل ده محو، وبعدين اعمل ايه؟ ارمي الحبة، ده اثبات، وبعدين اسيبها بقى واروح انام، ولا اراعيها وارويها في وقتها واديها الغذاء بتاعها في وقتها، ولو لقيت حجالها مرض في اثناء الزرع اقوم اعالج المرض كذلك. يبقى ايه؟ يبقى لما بتوب الى الله بينبني على التوبة العمل. في اثناء العمل يجي الرياء، يجي العجب، يجي بتاع ليه الامراض بقى، الامراض اللي بتيجي في النبات اللي هتضيعه، تقوم انت تمنع بقى الامراض دي كلها. وبعدين كل ما يبتدي حاجة تيجي تقرب هيجي مثلا ريح تضيعه، حتى انك انت تبقى خايف الناس تشوف الزرعة بتاعتك لا تحسدها، مش كده برضو؟ خايف الناس تشوفها لا تحسدها، فانت كمان تخاف توري للناس عملك لا تحسدك، تقوم تبتدي تعمل في السر، تعمل في السر، وهكذا. كل الامور دي كلها اللي في الحس بتعمله في المعنى، اللي في الحس بتعمله في المعنى بالضبط، بس انت مش واخد بالك. لكن لو خدت بالك هتلاقي الامور سهلة، ان عالم الخلق هو عالم الامر، بس عالم الامر في المعنى وعالم الخلق في الحس. وجعل لك عالم الخلق صورة من عالم الامر. يعني لو كثفنا عالم الامر الى كثافات محسوسة لصار الامر كما هو. وعلشان كده لا فرق بين الخلق والامر، لان الفاعل واحد. ولكن كل عالم له ايه؟ قوانينه. ادي المسألة. فعالم الخلق تراه بالبصر وعالم الامر تراه بالبصيرة. هي دي المسألة. فكل له عين تراه. كل عالم له عين تراه. وينقسم الى محو الذل عن الظواهر. قلنا باثبات المعاملات برعاية المتابعات. سهلة. ومحو الغفلة عن الضمائر بمداومة المراقبة. تراقب ربك على طول، لان لو ما داومتش راقبت ربك هتغفل بعد شويه، تستيقظ لحظه وبعدين تغفل تاني. لا، لازم مداومه المراقبه. ومحو العله عن السرائر. العله اللي هي الامراض اللي بتيجي بقى، فايه دي؟ عايزه دوام المواصلات مع الله سبحانه وتعالى، يبقى في صله دائمه بين العبد وربه. ففي محو الذله اثبات المعاملات، وفي محو الغفله اثبات المنازلات، وفي محو العلة إثبات المواصلات. هذا محو إثبات بشرط العبودية، يعني من جهة العبد،
بشرط العبودية يعني جاي من جهة ايه؟ العبد. يبقى ثلاث انواع من جهة العبد، مش كده برضو؟ اما حقيقة المحو والاثبات فصادران عن القدرة من جهة الرب بقى. يبقى المحو والاثبات من جهة الرب صادران عن القدرة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده علم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يبقى جاي المحو والاثبات اهو جاي في القرآن اهو. لحسن بيقولوا ده بيجيبوا كلام ما وردش في الشرع الشريف، وهو اصلا بعيد عن الشرع الشريف. واما حقيقة المحو والاثبات فصادران عن القدرة، فالمحو ما ستره الحق ونفاه، ده المحو. والاثبات ما اظهره الحق وابداه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يستر اشياء ويبدي اشياء. فهمت ازاي؟ اشياء يسترها اي يمحوها، واشياء يبديها اي يظهرها ويثبتها. والمحو والاثبات مقصوران على المشيئه. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يبقى الامور كلها بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قيل: يمحو عن قلوب العارفين ذكر غير الله تعالى. يجعل العارف محو في جهة الغفلة، مثبت في جهة الذكر. فهمت ازاي؟ ويثبت على ألسنة المريدين ذكر الله تعالى. ومحو الحق لكل احد واثباته على ما يليق بحاله. كل واحد بقى على حسب حاله، في درجة محو واثبات على حسب حاله. كل واحد عنده درجة من المحو والاثبات على الحسب اللي هو يليق بحاله وبمقامه وبزمانه. لان ربك لطيف لما يشاء. لانه لو محى من العبد كل شيء باطل في لحظة واحدة، واثبته في كل حق في لحظة واحدة، لانمحق العبد. ما يبقى عبد اصلا، ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون هناك خلق، فعامل الخلق بلطفه سبحانه وتعالى، واعطى لكل ذي حق حقه سبحانه وتعالى. ينزل بقدر ما يشاء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، انه بعباده ايه؟ خبير بصير. لأنه خبير بصير بعباده، فيعطي لكل واحد ما يليق به من محو وإثبات. ومن محاه سبحانه عن مشاهدة أثبته بحق حقه. ومن محاه الحق سبحانه عن مشاهدة لنفسه وأفعاله، يعني يمحوه عن مشاهدة نفسه وأفعاله فيثبته بحق حقه. فالمحو بالكلية يبقى فناء، وإحنا قرينا باب الفناء، مش كده برضو؟ والاثبات بالكلية دون ادنى محو يسموه ايه؟ يسموه بقاء. والبقاء فيه نوع حجاب، والفناء فيه نوع تجلي مع ذوبان في التجلي. والكمال هو الفناء مع البقاء في آن واحد، اللي هو يرده الى اداء حقوق العبودية بعد فنائه في الحقائق، يرده للقيام بأوصافه. فهمت المعنى؟ ومن محاه الحق عن إثباته به رده إلى شهود الأغيار. ولو ربنا محاك عن رؤيته يردك لشهود الأغيار، فتقول إيه؟ شوف فلان ضرني، وفلان ما عمليش، وفلان زعلني، وفلان ضايقني، وفلان منع مني كذا، وفلان اداني كذا. قاعد طول النهار مع الاغيار، لكن ما تعرفش ان الفاعل الحقيقي هو الله. هو اللي بعت لك ده يضايقك، وهو اللي بعت لك ده يمنعك، وهو اللي بعت لك ده يديلك، وهو اللي بعت لك. كل الفاعل واحد، لكن انت لما محى عنك هذا المعنى اثبت لك كل الاغيار. واخد بالك؟ عبد له فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ فاللي فيه شركاء متشاكسون ده ردوا الى كل الاغيار، ومحاه عن الحق بالكلية فرده إلى كل الأغيار، فصار متشاكس مع الأكوان. واخد بالك؟ قاعد الأكوان تضرب فيه وهو يضرب في الأكوان. واخد بالك ازاي؟ وليس له منها إلا ما قسمه الله له. ما هو العبد لو ما مرضيش بما قسمه الله له، إيه؟ يجعله كالوحش في البرية،
يجري فيها يجري يجري وبرضه مش هياخد الا ما قسمه الله، يعني يتركه مع الاغيار، يتركه مع الاغيار. ومن محاه الحق عن اثباته به رده الى شهود الاغيار واثبته في اودية التفرقة، واودية التفرقة اللي هي البعد، كل البعد عن الله عز وجل، اللي هي لما ينغمس فيها يبقى كافر بالكلية، لما ينغمس فيها نص نص يبقى مسلم، لما ينغفر فيها ربع ربع يبقى مسلم مؤمن لكن ما ذاقش حلاوة الإيمان، وبعدين حبة بحبة يروق يذوق حلاوة الإيمان ويرتقي يرتقي لحد ما يبقى من الأولياء وهكذا. وقال رجل للشبلي رحمه الله: ما لي أراك قلقا، أليس هو معك وأنت معه؟ فقال الشبلي: لو كنت أنا معه كنت أنا، ولكني محو فيما هو. يا خبر، ده شغلانة كبيرة. يعني كان، خد بالك هو بيكلمه على حال نفسه في الحال ده، لو جاله بعد شهر هيقول له كلام تاني. خد بالك هم بيوصفوا حالهم في اللحظة. يعني هو لما كلمه في حال فناء تام عن نفسه بالكلية، فلما كان فان عن نفسه بالكلية كان يتحرك حركة لا إرادية، فلما تحرك حركة لا إرادية افتكروا التاني اللي قدامه انه قلق، يقول له انت قلقان ليه؟ مش ربنا معاك وانت معاه؟ قلقان ليه بقى؟ بتفرك ليه؟ فبيقول له ايه؟ لو كنت انا معه كنت انا، يعني ما زال لي وجود، ولكني محو فيما هو، ولكني لا ارى الا هو. فهمت ازاي؟ فهو في مقام الفناء ما كانش ليه اثر بقية مع نفسه. يسموها في عالم الحس ايه؟ غيبوبة. روح العناية المركزة هتشوف مرضى في الغيبوبة، علشان تعرف ان في ناس في غيبوبة في عالم المعنى، زي ما في ناس في غيبوبة في عالم الحس. سهلة. فاللي في غيبوبة في عالم المعنى يسموه مقام الفناء، واللي في غيبوبة في عالم الحس تلاقيه في العناية المركزة. سهلة دي؟ سهلة. خلاص. والمحك فوق المحو. في حاجة بقى فوق المحو شوية. شوف انت يا سيدي، انت امسك الاستيكة كده وامسح. بعد ما تمسح تلاقي فيه اثر. اثر ان الحاجة دي كان مكتوب فيها حاجة، مش كده برضو؟ ده يسموه محو. عارف بقى لما يبقى مفيش اثر يسموه ايه؟ محق. ده بقى ملوش اثر خالص. فهمت ازاي؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. محق تماما. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في حاجة اسمها محو، في حاجة اسمها محق، لان كل مقام فيه الاعلى منه وفيه الاقوى منه وفيه الاضعف منه، وبين الضعيف والقوي درجات لا تحصى سبحانه وتعالى. والمحق فوق، وفي حاجة بينهم اسمها السحق، بس ما قالهاش هنا، قالها السهروردي. مش مشكلة، اصل الحكايه مش عايزه رغي كتير، الحكايه انك انت تسلك الامور مع الله وتراقب نفسك وتبتدي تمشي كده بما يرضي الله، ربنا هيديلك اللي فيها القسمه، اللي مقسوم لك هتاخده. زي ما انت مقسوم لك في عالم الحس رزق معين هتاخده، مقسوم لك في عالم المعنى امور معينه تستشعرها في طريقك ووصولك الى الله. كل واحد هياخد رزقه، ما تقلقش، ما تسبقش الاحداث. والمحق فوق المحو، لأن المحو يبقي أثرا والمحق لا يبقي أثرا. سهلة؟ طيب. هي سهلة في الفهم، لكن المعايشة بقى دي مسألة تانية. لكن على أي حال أبشر، إذا أدركت أن في ناس بتعيش مثل هذه الأشياء يبقى أدركت أن هناك أولياء. وأول الولاية الاعتراف بالأولياء، أول درجة في الولاية الاعتراف أن في أولياء وأهل خصوص. ابشر تبقى انت، لان في ناس مش معترفه، يقول لك هم رجال ونحن رجال، مش معترفه اصلا، ده ما دخلش من الباب اصلا، ده مسكين ده لسه ما قلعش الجزمه، ده لسه حتى لابس الجزمه متوسخه مش متلمعه، ده لسه بدري. فهمت بقى المساله؟ فيعني ابشر خير. وغايه همه القوم ان يمحقهم الحق عن شاهدهم ثم لا يردهم اليهم بعدما محقهم عنهم، انه يمحوه سبحانه وتعالى عن نفسه ويرد اليه به لا بنفسه. هو ده بقى الكلام، الكلام الحقيقي، هي دي الحلاوه.
ان ربك سبحانه وتعالى زي ما خلقك من عالم الامر وكنت في عالم الذر، وخلقك بعد ذلك جنين ثم رماك في عالم الحس فصرت بعد ذلك مبهورا بالحس، ياخدك من الحس تاني للحقيقة الاولانية ويرجعك للحس به لا بحسك، فتصير عبدا له لا عبدا لحسك. فهمت بقى المسألة؟ تروح وتيجي، تروح وتيجي، تروح يعني تسيب نفسك لربك وتيجي بربك. فهمت؟ شوف سيدي ابراهيم الدسوقي كان يقول ايه؟ اللي بعض الناس تعيب فيه او انتاجيه مش فاهمين، سيدي ابراهيم الدسوقي ده مات عنده حاجه و30 سنه. لكن شوف المعاني اللي بنت ليه، غابت عن ناس عاشوا 100 سنه بسبب التجليات العاليه عنده. كان يقول ايه؟ اللهم صل وسلم على الذات المحمديه اللطيفه الاحديه، شمس سماء الاسرار ومظهر الانوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره اليك. اسمع بقى الدعاء بتاعه، اقل عثرتي. مش كده بقى؟ اللهم بسره اليك وبسره لديك وبسيره اليك. امن خوفي واقل عثرتي وخذني اليك مني. خذني اليك مني. واخد بقى؟ وارزقني الفناء عني. وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. هو ده المعنى. واضح خالص. شوف انت بقى لما واحد يقول الكلام ده وهو قاعد في السوق في وسط الارياف، في وسط المزارع، واخد بالك، وعنده حاجه و30 سنه. يبقى ده ايه المعاني اللي هي ربنا اديها له وفهمتها له وقدر يلخصها لك في الكلمتين دول؟ ما انت بتعرف مقام الولي من كلامه. بتعرف كل واحد، بتعرف مشربه من كلامه. عشان كده كان سيدنا علي يقول للبني ادم اللي قدامه ايه؟ تكلم لاعرفك. كان يعرف الواحد من كلامه، سيدنا علي كده. فلما يتكلم يعرف. هو فين؟ هو في كي جي 1 ولا في كي جي 2 ولا في ابتدائي؟ ولا ما دخلش مدرسة أصلا؟ ولا اتخرج خلاص وبقى مستشار كبير؟ ولا لسه نايب مغشوش في نفسه؟ يعني سالك وفرحان بنفسه في الطريق لكن لسه ما وصلش. كل ده وارد، كل ده وارد. اتكلم بس وانا في اسمك. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. شوف زي ما ربك سبحانه وتعالى جعل في السماء انوار. انوار السماء ايه؟ نجوم واقمار وشموس. مش كده برضو؟ جعل في سماء قلبك انوار برضو. بس انوار سماها ايه؟ فهوم وعلوم ومعارف. فهوم تساوي النجوم، والعلوم تساوي الاقمار، والمعارف تساوي الشموس. فهمت بقى المساله؟ وزي ما الشموس والاقمار لها كل واحد له افق يظهر ويأفل منه، كل فهم له افق يظهر ويأفل منه. فاذا ظهر الفهم هذا من هذا الافق فأفل، يشرق فهم جديد ويأفل، ويشرق فهم جديد ويأفل. فإذا كملت الفهوم انتقل إلى العلوم، فإذا كملت العلوم انطلق إلى المعارف، وهكذا. وفوق كل ذي علم عليم. ربنا يعلمنا. ومن ذلك الستر والتجلي. احنا هناخد أجازة يوم السبت القادم إن شاء الله رب العالمين. السبت القادم أجازة عشان أخونا عبد القادر الحسيني الشامي هيناقش رسالة الدكتوراه في دار علوم الساعة 9 صباحا يوم السبت، والمناقش معاه الدكتور علي جمعة، والراجل عزمني يعني، فاحنا عايزين نحضر لأنه صديقنا من زمان، فهنحضر هناك يعني إن شاء الله يوم السبت 9 صباحا في دار العلوم. مناقشة أظن عن دلالات اللفظ في المفهوم في القرآن الكريم يعني. يعني قالها لي بس مش فاكر العنوان بالظبط، لكن حاجة متعلقة بدلالات الألفاظ في القرآن الكريم. إن شاء الله، فيوم السبت القادم هناخده أجازة، وطالما هناخده أجازة هنقرا الستر والتجلي اللي كنا هناخده السبت اللي جاي. خلاص؟ عشان نبقى كده خلصنا. ونقف على المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة. هي الستر والتجلي أمره في شرحه سهل يعني، إن شاء الله.
لأنه يشبه المحو والإثبات من جهة ويختلف عنه من جهة. ومن ذلك الستر والتجلي، العوام في غطاء الستر. يا سلام، ربنا يسترك يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا. دي في الوظيفة الزروقية، سفينة النجا لمن إلى الله التجا، عارفينها اللي هي أذكار الصباح والمساء اللي خدها الإمام حسن البنا في المأسورات، خدها من الوظيفة الزروقية. اللي اداها له مين؟ أبوه الشيخ عبد الرحمن البنا، كان راجل محدث. لما حسن البنا عمل جماعة الإخوان المسلمين، وكان عايز مش عايز يقول إن هي يعني تصوفية، لأن هو كان نقشبندي، لكن مش عايز يظهر هذا، لأن كان في ناس كتير، هو عايز يجمع المسلمين كلهم، وعارف إن في من المسلمين ضد التصوف، وفي التصوف ضد السلفية، والسلفية ضد مش عارف إيه، فهو عايز يجمع المسلمين كلهم، فمش عايز يبين إن هو إيه متصوف، فعمل جماعة الإخوان المسلمين علشان يجمع المسلمين كلهم. وبعدين هو يعلم، لانه راجل متربي في سلك التصوف، ان الذكر ده ضروري لغذاء الروح للانسان السالك مع ربه، لابد يبقى عنده ذكر. وخايف يقول لهم خدوا الورد وخدوا العهد والطريق، يقول له هو طلعت متصوف، يتخانقوا معاه. فهمت؟ خايف من الشغلانه دي. فقام راح لابوه الشيخ عبد الرحمن البنا اللي هو عامل كتاب الفتح الرباني في شرح مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني، مؤلف كتاب سماه بلوغ الاماني في شرح الفتح الرباني على مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني. والله تاني بعد 11 سنه الكتاب ده قريناه في 11 سنه الفجر، كتاب كده قعدنا 11 سنه نقراه كل الفجر، 24 مجلد باين، حاجه كبيره كده. المهم الشيخ عبد الرحمن الساعاتي ده كان راجل عالم في الحديث، اللي هو ابو الشيخ حسن البنا، سموه عبد الرحمن البنا، واشتهر بعبد الرحمن الساعاتي علشان كان بيشتغل في تصليح الساعات علشان يتكسب من حاجه غير الدين، عشان يبقى امور الدين عاملها لله خالص، يبقى عنده باب رزق تاني، فسموه الساعاتي عشان كان بيصلح الساعات. فالمهم لما راح لابوه الشيخ عبد الرحمن قال له ان احنا عايزين نعمل ورد للاخوان يواظبوا عليه وبتاع، فراح خد له الوظيفه الزروقيه بتاع سيد احمد زروق لسفينه النجا، عملها بترتيب جديد، هي بس رتبها، حط حاجه مكان حاجه وحاجه قبل حاجه، وزود حاجات تانية من اوراد تانية، وعملها له المقصورات. عارف انت كتاب المقصورات لحسن البنا؟ فهتلاقيها فيه. شال منها بقى الحاجات اللي فيها نوع من التوسل علشان ايه؟ ما يتعبش الناس. يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب اقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حضر لا يغيب. قال لا بلاش دي بقى، عشان فيها توسل، هيقول لنا الجماعه التانيين يلبشونا، احنا مش فاضيين بقى، احنا عايزين نلم الناس. ده يقول لك توسل شرك، تاني يقول لك توسل جائز، تاني يقول لك توسل مستحب، هنقعد نتخانق. فراح شايل الحاجات دي. فهمت ازاي؟ فمن ضمن بقى الوظيفه الزروقيه دي، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. الستر هو من اسمائه الستير سبحانه وتعالى. وحتى في ناس يسموا نفسهم عبد الستار، ستار العيوب، مش كده برضه؟ فالعوام في غطاء الستر، العوام من الصوفية يعني. قد يكون الستر عقاب، وقد يكون رحمة، وقد يكون منحة. قد يكون عقاب إذا ستر عيوبه عنه فانشغل بعيوب غيره، يبقى عقاب، مش كده برضه؟ طيب، إذا ستر عنه ما لا يدركه فهما فلا ينشغل بما لا يستطيع إدراكه فهما، لينشغل بما طلب منه حالا، يبقى رحمة، مش كده برضه؟ لأنه قد يكون هناك أمور صحيحة لكن فوق فهومك، فوق طريقة فهمك، فيستر عنك الانشغال بها حتى تقوم بما هو مطلوب منك الآن. كويس؟ يبقى دي رحمة، مش كده برضه؟ وقد يكون ترقي، أن يستر عنك التأثير القوي للتجليات حتى تستطيع أن تكون صالحا لتجليات أكثر، يبقى ده ستر ترقي، مش كده برضه؟ لأن في واحد لو ما تسترش في ستر الترقي ده، أول بس ما تجيله الأنوار يتجنن ويسموه مجذوب بقى، ويقلع هدومه ويمشي في الشارع ملط، اتجنن خالص.
لكن ربك سبحانه وتعالى لما يستر عنه الضعف البشري حتى يصير صالحا لتوالي التجليات يبقى ده ستر ترقي، مش كده؟ برضو العوام في غطاء الستر بكل انواعه بقى، العوام اللي هم من الصوفية يعني، عوام الناس وعوام الناس غير الصوفية حتى، كله في غطاء الستر. اذا كان كافر فستر عنه الايمان، فهمت ازاي؟ يبقى ده عقاب، يبقى ده حجاب، يبقى ده ابتلاء، فهمت ازاي؟ ستر فطرته، ستر انوار فطرته، لان كل الناس على الاسلام، ستر انوار فطرته بايه؟ بحجاب شهوته وهواه فكفر. العوام في غطاء الستر والخواص في دوام التجلي، التجليات متواليه لا تنتهي سبحانه وتعالى. وفي الخبر ان الله اذا تجلى لشيء خشع له، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. شفت كل لفظ جايبينه هنا ليه مثيله في القرآن، ما تفتكرش ان الحكاية اعتباطا، حتى اختيار الالفاظ نفسها ما جاتش اعتباطا، كلها جاية حتى من القرآن. لما تجلى ربه للجبل خر صعقا، خر دكا ليه؟ لانه خشع، خشع. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. شفت بقى جايبينها منين؟ كل حاجة جايبينها منين؟ من القرآن. افهم، دول علماء اكابر، مش تقول لي ده ايه الكلام ده، قرينا كتب الفقه كلها ما لقيناش الحاجات دي، ايه يا عم اقفل يا عم تعالى نروح. الله الله، ده ما تروحش، هدي نفسك، هدي نفسك، وفوق كل ذي علم عليم. ما فيش كل اللي انت عرفته هو كل حاجة، ومش كل ما غاب عن حسك معناه غير موجود، لا، قد يكون موجود وهو غائب عن حسك. افهم، ان الله اذا تجلى لشيء خشع له، فصاحب الستر بوصف شهوده، وصاحب التجلي ابدا بنعت خشوعه. يبقى صاحب الستر طول ما هو مستور يبقى مستور عن الحقائق بشهود نفسه، مش كده برضو؟ وصاحب التجلي ابدا بنعت خشوعه، يبقى مستمر خاشع، خاشع. والستر للعوام عقوبة زي ما شرحنا، وقد يكون رحمة، وقد يكون ابتلاء، قد كل حاجة. وقد وللخواص رحمة، وعرفنا ازاي يكون الستر رحمة، اذ لولا انه يستر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان الحقيقة. انت مش ختمت القرآن في رمضان؟ مش كده برضو؟ مبروك عليك ختمت القرآن في رمضان. عارف بقى لو ربك كشف لك انوار آية واحدة ما كنتش خلصت الآية دي لحد ما رمضان ينقضي، لكن ربك ستر عنك انوار القرآن حتى تستطيع ان تختمه كله. تقوم ايه تقرأ وتألف في صفحات، طب يكشف لك انوار كلمة واحدة هتغرق فيها لحد ما رمضان يخلص، ويجي رمضانات بعديه وانت لسه غرقان ما قمتش، فهمت ازاي؟ لدرجة ان بعض الصالحين كان يقيم الليل في آية واحدة، ربنا يكشف له انوارها ما يعرفش ينقل على اللي بعدها، يفضل يعيد ويزيد فيها لحد ما يطلع عليه الفجر، يعيد ويزيد فيها، ولا ركع ولا خلص ولا وتر ولا عمل حاجة ولا راح ولا جه. يبقى لما ربنا بيستر عنك الحاجات دي بتبقى رحمة برضه، عشان تعرف تنتقل وتستزيد من العمل الصالح. لكن لو كشف لك كل عمل صالح عملته، كل سجدة ربنا بيرفعك بيها رفع، لو حسسك بالرفعة دي قلبك هيتخطف، صح؟ هتسجد تاني؟ مش هتعرف تسجد تاني. لكن أراد أن يستر عنك مقامات رضا عنك حتى تستزيد من العمل. شفت الرحمات؟ كل سبحان الله أنت بتقولها ليها انوار تغطي انوار الشمس، لكن انت مطلوب تقول سبحان الله 33 مرة بعد كل الصلاة، ومش كده وبس، هتقول بعدها الحمد لله 33، تقول الله اكبر 33، هيطلع لك انوار كل واحدة. هتختم الصلاة امتى؟ وهتروح تشوف مصالحك امتى؟ وهتصلي الفرض اللي بعديه امتى؟ وهتصلي السنة البعدية امتى؟ ده انت هتغرق في الانوار. يقوم ربك يستر عنك الانوار دي على، يبقى ساتر رحمة،
افهم افهم، دي ستر رحمة. عشان كده ما تستعجلش ان ربنا يكشف لك حاجة متغطيه، تستعجلش ابدا. اذ لولا ان يستر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان الحقيقة، ولكنه كما يظهر لهم يستر عليهم. يبقى بيظهر لك ويستر عليك في آن واحد، يديك حلاوة بسيطة كده للذكر ويستر عنك الحلاوة الحقيقية. ليه؟ علشان تقدر تستمر فيه وتقوم بتكاليفك وفي نفس الوقت ترجع له تاني. لكن لو دوقه لك مرة واحدة مش هترجع تاني، ولا هتروح ولا تيجي، ولا هتنفع ولا هتشفع. فهمت بقى ازاي؟ لكن اراد انك انت تنطلق في الدنيا تعمرها سبحانه وتعالى. سمعت منصور المغربي يقول: وافى بعض الفقراء حيا من احياء العرب، يعني بعض الفقراء يعني بعض الصوفية، راح حي من احياء العرب فاضافه شاب. ففي واحد شاب هناك كده قال له استضافه عنده، قال له تعالى اضيفك عندنا راجل غريب ونجيب لك اكل وشرب وندلعك عندنا يومين ثلاثة. فبين الشاب في خدمة هذا الفقير اذ غشي عليه. الواد الشاب رايح جاي يعمل للفقير طلباته، بس لقى الراجل طب ساكت، غشي عليه. فسأل الفقير عن حاله فقالوا له بنت عم وقد علقها فمشت في خيمتها، يعني عشقها عشق شديد، بيحب بنت عمه اللي في الخيمة اللي جنبه دي حب شديد، فمشت في خيمتها فرأى الشاب غبار ذيلها. مجرد انه شاب بس الغبار اللي عمله ديلها في الخيمة ما شافهاش، ده شاب غبار ذيلها غشي عليه. امال لو شافها كان هيعمل ايه؟ ده مسكين خالص. فسأل الفقير عن حاله فقالوا له بنت عم وقد علقها فمشت في خيمتها فرأى الشاب غبار ذيلها فغشي عليه. فمدى الفقير الى باب الخيمة، راح الخيمة التانية وعايز يشفع لها بقى انها تقبله عندها، يعني تخلص تخلص، ده الواد هيموت مغرم صبابة. وقال ان للغريب فيكم حرمة وذمام، وانا راجل غريب والغريب ليه حرمة، وقد جئت مستشفعا اليك في امر هذا الشاب، فتعطفي عليه فيما هو به من هواك، يعني نظرة نظرة ومدد. فقالت سبحان الله، انت سليم القلب، انت بتكلم الراجل بقى ايه اللي جاي يشفى، تقول له سبحان الله انت سليم القلب، انه لا يطيق شهود غبار ذيلي فكيف يطيق صحبتي. ده لو ده هو مش مستحمل يشوف غبار ذيلي، يعني لو شافني هيموت. يعني احيانا يكون الستر رحمة. فهمت بقى؟ هو بيدي لك الحكاية دي في الحس، بيديها لك في المعنى. اللي تعلق شوقه بالله لو ربنا بين له انوار التجليات بالحقيقة لشهق شهقة فمات، لكن ربنا اراد لك الحياة والبقاء، واراد لك ان تكون في انوار التكليف لتستزيد من العمل عشان يرقيك محبة فيك لا رغبة عنك. افهم. فهمت بقى؟ امين يا رب. وعوام هذه الطائفة عيشهم في التجلي وبلاؤهم في الستر. عوام الطائفة من الصوفية كل نفسهم قاعد كده يقول لك انا بقالي سنين بعبد ربنا ما فيش حاجة من اللي انت بتقول دي حصلت لي يعني. فنفسه يعيش في التجلي وبلاؤه كله في الستر. متضايق قوي انه مستور عنه حاله، ومستور عنه مقام، ومستور عنه لذة الذكر. نفسه يشوف حاجة. طب ما انت أنتج لو شفت حاجة هتتجنن. خليك عاقل كده، خليك في عقل. ما تتمناش حاجة ربنا مغيبها لك. اعقل. طيب. الخواص بقى اللي هم راقيين في الطائفة دي، فهم بين طيش وعيش. ساعات تظهر لهم التجليات وساعات تختفي فيعيشوا في التكليفات. يبقى بين طيش وعيش. ليه؟ لأن ربنا ابتدى يظهر لهم بعض التجليات دي بعد ما وصلوا لدرجة من النضج اللي بيها يتحملها، فلا يطيشوا بالكلية، واخد بالك ازاي؟ ولا يعيشوا بالكلية. فهمت ازاي؟ فلا يحجب بالكلية ولا يبقى مكشوف عنه بالكلية، بس كل حاجة بقدر معلوم. والطيش والعيش هو السكر والصحو برضو اللي احنا قريناه قبل كده، هي نفس المعنى.
لأنهم إذا تجلى لهم طاشوا سكروا، وإذا ستر عليهم ردوا إلى الحظ فعاشوا. وقيل إنما قال الحق تعالى لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى، ليستر عليه ببعض ما يعلله به بعض ما أثر فيه من المكاشفة بفجأة السماع. يعني ربنا لما بيسأل سيدنا موسى: وما تلك بيمينك يا موسى، عشان يشغله عما استولى على قلبه من حلاوة تجليات السماع، يقوم يرد لنفسه شوية يفوقه. فهو بيسأله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يعني مش عارفها ربه؟ لا عارف، يعلمها، لكن هو يريد سبحانه وتعالى انه يرد الى حاله بعدما غاب في حلاوة تجليات السماع. فهمت؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 70 مرة. غين أنوار وتجليات، يبقى كأن النبي من شدة التجليات والترقيات يستغفر ربه علشان يشغل نفسه بالاستغفار عن أثر التجليات لشدتها على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستغفار هنا ليس استغفارا من معاصي لأنه معصوم، وليس استغفارا من تقصير لأنه سبحانه صلى الله عليه وسلم لا يقصر في هذا الأمر، وليس استغفارا عن غفلة لأنه لا يغفل عن ربي لحظة، ولكن هو استغفار حتى يظل مع عبوديته حال ترقيه في التجليات، حتى لا يفترق عن عبوديته لحظة، لأن كل كرامته في عبوديته. ولذا لما خير أن يكون ملكا نبيا ولا عبدا نبيا اختار أن يكون عبدا نبيا. والاستغفار طلب الستر، لأن الغفر هو الستر، ومنه غفر الثوب والمغفر وغيره. المغفر اللي هو الخوذة اللي بيلبسها على دماغه كده بتستر دماغه يعني، وغفر الثوب اللي هو ايه، ستر الثوب يعني. فكأنه أخبر أنه يطلب الستر على قلبه عند سطوات الحقيقة، إذ الخلق لا بقاء لهم مع وجود الحق. وفي الخبر: لو كشف عن وجهه، يعني عن ذاته سبحانه، لو كشف الحجب التي بينك وبينه، لا التي بينه وبينك، بل الحجب هي بينك أنت، فأنت المحجوب والله لا يحجبه شيء. خد بالك، مش كله زي بعضه. الحجب التي بينك وبينه وليست بينه وبينك، فالله لا يحجبه شيء، الله ظاهر ليس فوقه شيء. ولكن لو كشف حجب نفسك وشهواتك لأنوار تجلياته لأحرقت سبحات وجهه ما أدرك بصره. السبحات اللي هي أنوار التجليات والجلال والجمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينورنا وأن يبصرنا وأن يجعل لنا نورا في أبصارنا وفي قلوبنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وأمامنا ومن خلفنا. اللهم اجعل لنا نورا واجعلنا نورا. اللهم يا رب العالمين اجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. السبت بعد القادم إن شاء الله.